أعلنت وزيرة التجارة نيفين غاما عن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد استئناف المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك تمهيدا لعقد جولة المفاوضات المقبلة على المستوى الوزاري خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأشارت غاما إلى دعم القيادة السياسية لهذا الاتفاق المهم وحرصها على توصل الاتفاق نهائي بين كافة الأطراف في أسرع وقت ممكن، والذي من شأنه مضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.